أهم العوامل لنجاح صفحة مبيعاتك ونجاحك في بيع منتجاتك في موقع إيباي وفي ساحات التداول عامة هو كتابة عنوان صحيح للمنتج، التي ستجعل صفحة مبيعاتك بارزة في صفحة نتائج البحث وستزيد فرصتك في بيع المنتج بنجاح. وفي هذا الفيديو سأطلعكم على ما يجب كتابته في العنوان وما لا يجب كتابته. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. عنوان صفحة المبيعات هو عبارة عن مقدمة للمنتج الذي سنبيعه وقدرته على إثارة المشترين، ويعطيهم معلومات هامة وصورة واضحة عن المنتج الذي هو على وشك أن يكون لهم. ولهذا السبب يمكن أن يمنحك العنوان الجيد ميزة هامة على منافسيك. ويوجد بعض الأمور التي يجب معرفتها. أولا، يجب أن نعرف ما هي المصطلحات البحث المستخدمة من قبل المشترين. يمكن أن يكون اسم العلامة التجارية أو اسم الطراز أو وصف الهيكل واللون وحتى حالة المنتج، جديد أو مستعمل. كل هذه تفاصيل أساسية للمشترين الباحثين عن منتجات في موقع إيباي، لذلك من المهم أن تظهر في عنوان صفحة المبيعات الخاصة بك. أنصحكم قبل بدء بيع أي منتج البحث عنه في الموقع كأنكم مشترين، وراقبوا المنافسين أي المصطلحات التي يستخدمونها. لكتابة عنوان جيد عليكم اتباع هذه النصائح. أولا، استخدموا الكلمات الرئيسية التي تصف المنتج بوضوح وبدقة. يمكنكم استخدام 80 حرف كحد أقصى. ثانيا، اكتبوا اسم العلامة التجارية أو مصمم المنتج. وثالثا، ادخال تفاصيل المنتج، على سبيل المثال الحجم، اللون، الشرط، ورقم الطراز. رابعا، حددوا بالضبط ما هو المنتج الخاص بك حتى لو كان العنوان تكرارا لاسم الفئة. خامسا، تجنبوا المرادفات لأنه يجعل العنوان أقل جاذبية. وسادسا، لا تستخدموا علامات الترقيم وعلامات النجمية. سابعا، لا تتضمن كلمات مثل واو، لوك، لأنه لا يستخدمون المشترون عبارات كهذه. ثامنا، تأكدوا من تهجئة العنوان بشكل صحيح، ولا تقلق بشأن إنشاء جملة صحيحة نحويا. أما بالنسبة للعوامل التي يجب تجنبها، أولا، لا تكتبوا معلومات مضللة أو خاطئة. ثانيا، لا تقم بتضميم عناوين مواقع الويب وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بك. ثالثا، لا تستخدم لغة بذيئة. رابعا، لا تستخدم الكلمات التالية عند محاولة إعلان المنتج الخاص بك، مثل prohibited أي محظورة، banned أي أيضا محظورة، unlegal أو illegal غير قانونية، outlawed أيضا محظورة. هذه الكلمات لا تستخدمونها في عنوانكم. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو وأضفت معلومات جديدة لكم. وإذا يوجد أي استفسارات أخرى أرجو كتابتها بالتعليقات للفيديو وسأرد عليكم بأسرع وقت ممكن. ولكل الأشخاص المعنية ببدء البيع في موقع إيباي، جهزت لكم سلسلة فيديوهات مجانية تعلمكم كيفية بدء البيع في موقع إيباي. كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين تحت الفيديو وسأرسل لكم سلسلة الفيديوهات. لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات في ربح المال عبر الإنترنت. أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع إيباي وأمازون. أتمنى لكم النجاح بمشروعكم، سأراكم قريبا، وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.